رئيس السمعين هو الأول في الطقوس الملائكية يخدم أمام سلية للإثنى عشر تلميذ، ودي ذكرت في إنجيل معلمنا متى في الإصحاح 10. في إنجيل معلمنا لوقا الإصحاح 10 برضو، يعني هنا 10 وهنا 10، بيذكر حادثة تانية أو الإرسالية التانية، إرسالية السبعين رسول. في الإرسالية الأولى كانت موجهة لليهودية، والسيد المسيح منع التلاميذ ان هم يذهبوا الى قرى للسامريين، بل يدخلوا لليهود بس، لانه لسه كانوا في الاول، واليهود كان عندهم مشكلة في التعامل مع غير اليهود. فاول ارسالية السيد المسيح منعهم ان هم يكرزوا بين الامم. مش هو ما كانش عاوز كده، انما هو كان لسه ما يحتملوش هذا المستوى، لسه المفهوم بتاعهم ضيق، الكرازة لليهود والشريعة لليهود والخلاص لليهود، وغير اليهود دول ناس مش كويسة. وكان اليهود بيصفوا غير اليهودي بأوصاف صعبة. لكن في الإرسالية الثانية لهم لا، كل مكان كل موضع حيثما هو مزمعا أن يأتي. وقال لهم أثناء الإرسالية، قبل الإرسالية، بعض الوصايا، وبدأ وقال إن الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. والآية دي جت في لوقا 10 وجت في إنجيل معلمنا متى في الإصحاح 9. إن الحصاد كثير أما الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده، إلى حصاده. فمن هو الحصاد؟ الناس. الحصاد او الثمر ده اغلى حاجة عند الفلاح، هو بيتعب سنة كاملة عشان في النهاية الثمرة اللي هي تبقى اغلى حاجة، اهم حاجة. واغلى حاجة عند الله هو الانسان، من اجل ذلك تجسد علشان يفدي الانسان، لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. فأغلى حاجة هو الحصاد. وعاوز المسيح يقول لنا انتوا قد ايه غاليين عندي، قد ايه مهمين. عشان كده في انجيل معلمنا متى اصحاح 9 لما ذكر الآية دي قال ايه؟ كان يسوع يطوف في المدن كلها والقرى، يعلم في مجامعها ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض، كلها خدمة من أجل الناس وكل ضعف في الشعب. ولما رأى الجموع تحنن عليهم، إذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها، زي الخراف القطيع اللي مش لاقي يقوده، والقطيع اللي مش لاقي حد يقوده هيهلك. فبيقول حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير ولكن الفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. إذن الحصاد هو الإنسان، الحصاد هو الشعب اللي يشتاق لطريق الخلاص، اللي نفسه يعيش المسيح جواه بس مش لاقي اللي يرشده، مش لاقي للي يكرز باسم المسيح في وسطه. هو ده الحصاد. ان الحصاد كثير ولكن الفعلة قليلون، منهم الفعلة. البعض يقول الفعلة الكهنة، رؤى الاسقفة، الخدام. في الحقيقة كل انسان ذاق محبة المسيح في حياته هو من الفعلة. المرأة السامرية لما نبص لها كده، امرأة سامرية غير يهودية، يعني نجسة ووحشة بأوصاف صعبة خالص، ومع ذلك هذه المرأة صارت من الفعلة.
وذهبت الى مدينتها بعد ما اتكلمت مع السيد المسيح وقالت ايه؟ انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت. يعني اصبحت ايه؟ كارثة باسم السيد المسيح. كل انسان داء المسيح واحب المسيح من قلبه اصبح من الفعلة، اصبح من الكارزين. فيجي واحد يقول لك لا انا ماليش مسؤولية رسمية، انا ماليش منصب رسمي، انا انسان عادي. انت انسان تحمل الروح القدس جواك، انت انسان صرت ابن الله، ودي نعمة من نعم العهد الجديد. فالمفروض ان تمجد اسم ابوك، انت حملت هذا الاسم وصرت مسيحيا وخدت النعم كلها بعد بركات الصليب، فاصبحت المفروض من الفعل. طب وازاي يعني؟ يعني ايه من هعمل ايه يعني؟ اكرز ازاي باسم السيد المسيح؟ يروا اعمالكم الصالحة فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. مش المطلوب انك انت تتكلم بشكل مباشر لانه ده مش متاح في مجتمعنا، لكن مطلوب انك انت باعمالك تكرز بالسيد المسيح. هيرى اعمالكم الصالحة هيمجدوا اباكم الذي في السماوات. هيقول اصل الانسان ده انسان مسيحي. في احنا افتقدنا الموضوع ده، لكن يعني من شوية سنين مش كتير يعني كان يقول لك انسان مسيحي يعني ما يكذبش، انسان مسيحي يعني ما بيشتمش زي الشتام اللي احنا بنسمعها، انسان المسيحي يعني امين، يستأمن اي حاجة يقولها تبقى صح. في يوم من الايام في واحد كان شخص يعني كان بسيط وكان علاقته بالمسيح حلو، وبعدين دخل الجيش، والجيش دخلوا في الفترة ما بين 67 و 73، فكان اللي بيدخل طبعا ما بيطلعش. فالرجل ده زهق في مرة ومن كتر الضغط النفسي ساب المعسكر بتاعه ومشي. جه تاني يوم الشاويش قابله قال له انت فين يا فلان؟ ده انت هيتعمل لك محاكمة عسكرية. قال له ايه اللي ودك؟ انت ايه اللي مشاك؟ قال له زهقت. قال له بتقول ايه؟ زهقت. ده انت هتروح في داهية. دي الكلمة دي تقولها ده انت هتتسجن، دي فيها عقوبة جامدة. قال له طب يعني اعمل ايه؟ قال له بقول لك ايه، انت في المحاكمة تروح قدام القائد تقول له انا كانت والدتي عيانة جدا وكانت هتموت وكنت عاوز اشوف القي عليها نظرة الوداع الاخيرة وما كانش عندي فرصة تاني، يمكن كده العقوبة تتخفف. قال له غير كده يبقى انت ضيعت نفسك. قال له حاضر. جه قدام القائد، فالقائد بيكلمه بقوة كده، انت كنت فين؟ ايه اللي مشاك؟ بص له كده قال له بصراحة زهقت. قال له انت بتقول ايه؟ قال له انا بقول انا مش هقدر اكذب، انا هقول الحقيقة والعقوبة اللي تحصل تحصل، انا ما قدرتش اقعد اكتر من كده، كنت حاسس لما كنتش انا خرجت ولو يوم واحد كنت هبقى تعبان نفسيا. الراجل بص له كده شوية قال له طب اتفضل وانا بقى استدعيك بعد كده، وما ادالوش عقوبة. بس الراجل ده اصبح اي حاجة تحصل في المعسكر يروح يسأل القائد، يروح يسأل الراجل ده. ليه؟ ما بيكدبش. اذا باعمالنا بنصير كارزين بالسيد المسيح. اعمال الانسان بتخلي الناس تثق فيه وتمجد المسيح اللي جواه فيصبح من الفعلة. ومع الاسف ده بنفتقد جزء منه كبير دلوقتي، لان احنا اصبحنا بنشابه العالم. احنا مطلوب ان احنا نغير العالم، لا، العالم هو اللي غيرنا، بقينا نتكلم بالفاظه، بقينا بنعمل الاعمال بتاعته، لانه المسيح اللي جوانا اصبح مش ساكن ومش احنا مش بنعيش معاه كويس، لا، العالم بقى هو اللي عايش، بقى بنعمل زيه. طيب إن كان الحصاد كثير والفعل قليلون فماذا نستطيع أن نفعل؟ اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعله إلى حصاده. الصلاة هي الحل. في الحقيقة الصلاة هي بداية كل عمل روحي ونهاية كل عمل. الصلاة بتبقى هي المية بتاعت الزرع.
طول ما انا بسقي الزرعه بانتظام في الاول وفي النص وفي الاخر هتفضل تنمو. لو قطعت عنها الميه يبقى هتموت. لازم نطلب، لازم نصلي. لما نبص كده للعالم والصعوبات اللي موجودة هنقول مستحيل انه في حاجة تتغير. صعب جدا ان احنا نجد ناس دلوقتي تحمل اسم المسيح وعايشة مع المسيح بشكل حقيقي. الظروف صعبة، الضغوط كتيرة، المغريات كل يوم، العالم بيخترع اختراعات جديدة تبعد الانسان عن المسيح ويتخليه مشغول باستمرار. كل واحد بيدخل البيت بيمسك الموبايل ما بيسيبوش قبل ما ينام، واحداث ومواقف ونكت وفيديوهات واعلانات واخبار بالساعات. الولاد والبنات النهاردة بيدخلوا اوضهم محدش بيشوفهم، ما بياكلوش بعضهم، حتى ما بياكلش من كتر اللي هو مشغول. عندهم كمان العاب، حاجة كده صعبة خالص خالص. طيب وده نعمل فيها يا رب؟ اطلبوا، صلوا، لانه الانسان لو صلى من عمق قلبه هيكتشف انه الصلاة والانجيل يعطي للانسان نعمة ولذة احسن بكتير من الحاجات اللي هو بيشوفها والالعاب اللي بيلعبها والاخبار اللي بيتابعها. لا، الله اجمل، الله احلى، بس احنا مش ضايقينه كويس. احنا بندوق من كل الاطباق وكل الاكلات، لكن عند المسيح ما بندوقوش كويس. طب ما احنا بنتناول كلنا بس ما بنصليش، ما بنتوبش من بعمق، ما بنقراش الانجيل ونحفظ منه ايات. ساعات الانسان يقرا كما لقوم عادة ويصلي كأنه عنده حاجة ولازم يعملها وخلاص، وبالتالي ما بيلحقش يستطعم الأكل. زي ما بيقول القديس بولس الرسول: أسقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم بعد لم تستطيعوا أن تحتملوا. لا، احنا في وقت ما ينفعش نشرب فيه اللبن. اللبن مش هيدينا صحة، مش هيدينا قوة ولا مناعة علشان نقف قدام المغريات دي كلها. احنا محتاجين لطعام الأقوياء، محتاجين للطعام السماوي، محتاجين لوجبات دسمة علشان تسندنا قدام الهجوم اللي مستمر. فمحتاجين صلاة بعمق، محتاجين نقرأ ونفهم ونحفظ، عشان ده اللي بيغير الإنسان من جوه ويغير كيانه. محتاجين لما نكون نيجي نتناول نبقى مستعدين كويس. مش الإنسان يجي من باب الكنيسة يتناول ويمشي. صدقوني بلاحظ إنه عدد اللي بيتناولوا أكتر من عدد اللي ساعات بيبقى حاضر الإنجيل. طب دول كلهم جم إزاي؟ جم في النص، وجم أثناء صلاة الصلح، وجم في المجمع. بيطبقوا المثل بتاع الفعلة اللي جم في الساعة الثالثة والستة والتسعة وكله خد أجرته وخلاص. لا طبعا، كله مش خد أجرته وخلاص، كل واحد بحسب استعداده. حتى الأرض الجيدة ما جابتش نفس الثمر، في اللي جابت 30 وفي جابت 60 وفي جابت 100، بحسب استعداد الإنسان، بحسب إنه هو مجهز نفسه كويس البذرة هتنمو جواه. فالإنسان يكون مستعد. اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. ونصلي ونقول: يا رب اجعلني من هؤلاء الفعلة، أمجد اسمك في كل مكان، أكون أمين مع اللي حولي، أكون محب للي حولي، لا أقابل الإساءة بالإساءة، أنفذ يا رب وصاياك والتعليم اللي انت قلتها بدقة. وده أنا مش هقدر أعمله يا رب غير لما انت تساعدني بنعمتك، غير لما أصلي لك. ساعتها هكون أنا من الفعلة، حتى لو أنا مش عاوز أكون، هكون كده بأعمال. ما الناس البسيطة هم اللي غيروا العالم. الرسل كانوا ناس بسيطة، معظم آباء الرهبنة كانوا ناس بسطاء. الأنبى أنطونيوس يقال إنه ما كانش يعرف يقرأ ويكتب،
ولكن ليه 20 رسالة، كل رسالة الناس تحتاج انها تقرأ وتدرس فيها كتير عشان تفهمها. ليه؟ عاش مع المسيح بعمق وبدأ يتكلم عن هذه الحياة المعاشة، فصار اعظم من الحكماء. ان كان احد تعوزه الحكمة فليطلب من الله، هيديله ولا يعير. بس انت اطلبه بين قلبك وهو هيدي. السيد المسيح لما اختار انه يغير العالم غيره بناس صيادين سمك وناس بسيطة جدا، حتى ما اختارهمش من اليهودية، اختارهم من الجليل. الجليل كانوا بيصفوها ان دي المدن البسيطة والمدن بتاعت الناس الغير متعلمة. هؤلاء غير المتعلمين بإيمانهم القوي وعلاقتهم القوية بالمسيح غيروا العالم، ووقفوا قدام الفلسفة اليونانية اللي هي أعظم أنواع الفلسفة إلى الآن، وغيروا الدنيا كلها، لأنهم كانوا أنقياء، لأنهم كانوا حاسين بضعفهم، فكانوا دايما بيطلبوا. والإنسان اللي بيطلب من قلب نقي الله يفتح له قوى السماء ويعطيه، يعطي حكمة، يعطيه كلمة، ويعطيه حاجات أمور خيرات مادية أكثر جدا مما يطلب أو يفتكر. وهتبقى هذه الوصية خالدة: الحصاد كتير والفعل قليلون، والحل اطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعلة إلى حصاده. والمجد لله دائما أبديا، أمين. توقنوا مسمين يسوع انت بايو بوايبو انقطع بمران نمن راتي انت بارستوس البستا فينا ريغون وتنشيس نبترين تسوتو كوسماري اسما فين بنسو تير انت فكان انو فينا نيفون طوب امشو يساريغون بن يوتسوا بن زيكيوس افاشنو تيبارش من ادريتي استفكان انو ناني بول جيفس مروت نجيفيوت نمبشيرين مبنب ما يسوى بدتري سنجي كيفول تنوش تموستنتيونس سليل فلوغيتي اي بي برصف كيسا سيتي ايرن باسي كتب نفماتي ايضا فلنسأل الله ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم.